مرحبا بكم. اليوم الناس كل في قناتكم مساحة، كما تعرفوا مشكلة كبيرة اللي ما بين موجي وخوه على شابي، وكيفاش الموجي يكشف الحقائق. لكن اليوم ذكر الشاب توجه رسالة قوية ياسر لعمها، ورسالة باهية كما قلت لكم وعدتكم اني ثم معناها ثم تدخلات ان شاء الله عليا، معناها يفهم روحه ويفهم محتوى الرسالة دي وينقص من معناها كما يقولوا من كشف القناة تاع العائلة. هو موجي كتبت ذكرى: انا اكثر طفلة تكره الكذب، تكذب نكذب، ولكن الرسالة الباهية والعباد معناها شكرت عليها. كتبت: وديما خليه للصلح مكان، تحب نتصالحه مرحبا، ما تحبش ربي يهديك وربي يشفيك. كما قلنا ذكرى بادرت معناها وجهت رسالة لعمها انها معناها تطلب منه الصلح، وان شاء الله هو يفهم روحه ونتصور معناها هكا باش ترجع العلاقة طيبة ما بين العائلات، وان شاء الله عليك ما قلنا يفهم روحه. وصلنا الى نهاية الموضوع.